يعني من العفو اللي الآن صار معجزة، وكأنه هاي الدول اللي محيطة بينا مو بين كم سنة وسنة تعطي عفو، وهي ما عندها مثل مشاكلنا الموجودة حاليا. يا أخوان والله هذا الموضوع أصبح عيب نتكلم به يوميا يوميا يوميا. يعني هذا الحقد على هاي الناس إلى هذه الدرجة ليش؟ نقول لكم أكو ناس أبرياء ودخلوا في مرحلة المراحل والقضاء اعتمد على إفادات مأخوذة ومنتزعة بالقوة من نعم، والقاضي ما عنده إلا أن ينظر أمام أوراق ويتخذ القرار على أساس الورق اللي موجود أمامه. هذا الورق كتب بطريقة بالتعذيب، انتزعت اعترافات من عندهم. يا أخوان كل ما مطلوب الحد الأقصى اللي نطلبه من عندكم الآن أن نعيد التحقيق على هؤلاء، لأنه صار بظرف معين بسنين معينة عجاف، كلكم تعرفون أنه صار بيها ظلم على الناس وصار بيها تعذيب وصار بيها إخفاء قسري وصار بيها كل شيء. كافي أنه إحنا يعني ننظر بطريقة إلى الـ إلى إلى الناس اللي قاومت، أو الناس اللي كان يعني ربما أخطأت في مرحلة المراحل، نظل حاقدين عليها إلى هذه الدرجة. البلد ما ينبني هكذا، البلد ينبني بالتسامح. نحتاج إذن إلى عقد اجتماعي جديد نشخص فيه مشاكلنا ويمشينا لمرحلة لتخفيف الضرر، وليس لبناء ما نريد حقا. البناء الحقيقي هو أن القوة الوطنية المؤمنة بوحدة هذا البلد وبهوية هذا البلد وبعروبة هذا البلد تجتمع سوية على مشروع وطني واحد يجمع كل هذه القوى، والانتقال من العملية السياسية الحالية إلى عملية سياسية أخرى قادرة على أن تخلق طفرة حقيقية في التنمية في البلد. هذه الدول المحيطة بنا كلها الآن قاعد تنمو ونمو سريع، عدا العراق الآن يوميا احنا غايصين بمشاكلنا بسبب وجود عملية سياسية بائسة من الأيام الأول. قلنا أنه عملية سياسية عرجاء وما راح توصلنا إلى نتيجة. طيب خلنا نجلس سوية ونتفاهم على 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 مشروع جديد، على طريقة جديدة لإدارة هذا البلد. زين. بعد أن نقر أنه التجربة السابقة فشلنا بها. نعم. أنتوا تقولون قادة كبار في المكونات يقولون إحنا فشلنا، وقسم قالوا نعتذر من الشعب. ولكن وقسم قالوا بقنا الشعب مو بنفس المواقع وإنما بنفس النهج.